اهلا بحضراتكم مره ثانيه في الريمونتادا. نادي الزمالك، الزمالك خسر حاجات كتير الموسم ده. كلنا عارفين ان الزمالك بعد ما فاز بالدوري والكاس موسمين ورا بعض بدا الموسم بشكل سيء جدا، مما ادى يعني طبعا الشكل السيء ده ادى الى تاخره في جدول ترتيب الدوري الممتاز، خروجه من بطولة كاس مصر على ايد بيراميدز، خروجه من بطولة افريقيا ابطال الدوري. ولكن الموسم يعتبر موسم كارثي امتى؟ لما تخسر فيه كل شيء، وده بالنسبة لنادي الزمالك ومسؤولي نادي الزمالك وجماهيره امر غير مقبول، امر غير مقبول. فدلوقتي مجلس إدارة الزمالك كل تفكيره المسؤولين في نادي الزمالك كل تفكيرهم إزاي ينقذوا ما يمكن إنقاذه من هذا الموسم. إزاي الزمالك عنده إيه؟ الزمالك عنده إيه السنة دي؟ الزمالك السنة دي عنده بطولة كأس السوبر، عنده ان هو لازم على الاقل يتأهل لبطولة افريقيا ابطال الدوري الموسم القادم في منافسة شرسة موجودة، ولكن عنده اهداف حسابيا يقدر ان هو يحققها. هل الزمالك لو فاز بكاس السوبر وتأهل لبطولة أفريقيا أبطال الدوري في المشاركة في الموسم القادم يعتبر إن هو عمل موسم ناجح؟ لا، أبقى بضحك عليكم لو قلت لكم الكلام ده. ولكن الزمالك يبقى قدر إن هو ينقذ الموسم بإيجابيات يقدر يبني عليها للموسم الجديد. طيب كانت إيه أولى الخطوات؟ هي التعاقد مع مدير فني صاحب خبرات ومدير فني جيد. وانا بقول لكم ان الزمالك تعاقد مع مدير فني كويس قوي وراجل عنده خبرات كبيره، وكل الكلام يعني اللي وصل عنه والفيدباك اللي عنه من كل الجهات بتقول ان هو مدرب كويس جدا، مدرب صاحب خبرات كبيرة، بيعرف يتعامل مع النجوم بشكل كويس، بيعرف يتعامل مع الإعلام بشكل كويس، مدرب عنده باشن، عنده يعني راجل مقاتل فايتر، راجل مدرب كويس وفايتر ومنظم وصاحب اسم كبير اللي هو يكون مقنع للعيبة، ودي نقطة مهمة جدا في التوقيت ده بالنسبة لنادي الزمالك وبالنسبة للعيبة الزمالك. طيب خطة الإصلاح خلينا نسميها اللي بيقوم بيها مجلس إدارة الزمالك ومسؤولين الزمالك ماشية إزاي؟ ماشية بكل بساطة في إن الأول تحديد الأهداف. إيه الأهداف اللي في الزمالك؟ زي ما قلت لحضراتكم ثلاث حاجات. النقطة الأولانية يكسب كاس السوبر اللي هيكون يوم 5/5 في الامارات امام النادي الاهلي بطل كاس مصر، ودي بطوله هتعتبر مهمه جدا لنادي الزمالك لان هي بطوله انقاذ الموسم بالنسبه لفريق كره القدم، محاوله انقاذ الموسم، واللعيبه عارفه الكلام ده. طيب ازاي تقدر ان انت تجهز نفسك كويس لبطوله السوبر وان انت تنهي الدوري في المركز على الاقل في المركز الثاني، فتبقى تتاهل لبطوله افريقيا ابطال الدوري لان ده هدف يعتبر واقعي بالنسبه لنادي الزمالك. ازاي بقى تقدر ان انت توفر المناخ عشان للعيبه وللمجموعه علشان تحقق الكلام ده؟ اول حاجه اتفقنا ان مدير فني جامد، وده حصل، ناقص التوفيق بتاع ربنا ان يبقى في توفيق، وده طول ما انت شغال صح ومع الصبر ومع كل حاجة بيجي.
ده موجود اوزاريو راجل كولومبي طبعا صاحب خبرات كبيره جدا وعنده روح كبيره جدا يعني هينقلها للعيبه وهينقلها للمجموعه وراجل على فكره راجل على فكره طول ما احنا بنتكلم دلوقتي الراجل هيوصل بكره بالليل ان شاء الله الساعه 8 بالليل وهيكون موجود في الملعب في ماتش حرس الحدود يوم الخميس اللي هيقوده فنيا الكابتن مدحت عبد الهادي. فالراجل واخد على المواقف الصعبه والزمالك في موقف صعب محتاج طبيب جراح يعرف يطلع الزمالك من الموقف ده لكن لازم كل حاجه تمشي وده الشكل اللي مسؤولين الزمالك بيفكروا بيه تمشي بالتوازي زي ما بيقولوا الملعب بتاع الراجل في تقرير فني هيستلمه التقرير الفني ده هيوضح له كل حاجه عن الفرقه وطبيعه شخصيه كل لعيب وايه المشكله بتاع كل لعيب وكل ده دلوقتي جاهز هيتقدم له اليوم اللي هيوصل فيه اللي هو بكره الساعه 8 مساء ده مهم جدا بالنسبه للراجل. طيب نمره 2 في ناس طلعت كلام قالت لك ان الجهاز الفني المساعد المصري هيبقى كله تحت التقييم ده كلام ملوش اي اساس من الصح. الراجل قال انا هاجي اشوف الناس اللي شغاله عشان اشوف انا عايز اضيف عليهم ايه محتاج مدرب احمال اجنبي محتاج لان الزمالك دلوقتي فيه عناصر جيده جدا في الجهاز الفني في الكابتن مدحت عبد الهادي طبعا مدرب مصري ومدرب صاحب خبرات كبيره جدا وصاحب شخصيه يعني رائعه بالنسبه للعيبه اللعيبه كلهم بيحبوه ودي نقطه مهمه ان المدرب المصري اللي شغال يكون يعني اللعيبه تكون بتحبه. نمره 2 مدحت عنده هويه النادي والدي ان ايه بتاع 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 النادي لانه واحد من اولاد النادي طبعا المخلصين نجم لقلب الاسد كابتن مدحت عبد الهادي واحد من افضل المدافعين اللي جم في تاريخ مصر ومعاه احمد مجدي ده راجل واخد دراسات من اتحاد ويلز وراجل بيفهم كرة كويس جدا بيتكلم انجليزي مطلع على علم التدريب الحديث ما عندوش دلوقتي اطماع في ان هو يتخطى ناس لا راجل عايز الشغلانه دي هو مناسب جدا للحته دي. وفي مدرب حراس مرمى مدرب واعد ومدرب لسه كانت رجليه في الملعب قريب فريش راجل مقنع جدا بالنسبه لحراس المرمى بتوع الزمالك ولكن هو جاي يكمل شغل الكابتن ايمن طاهر واحد من اساطير الزمالك. كابتن ايمن اشتغل بشكل كويس جدا الفتره اللي فاتت ولكن مجلس الاداره راى ان لازم يبقى فيه في الوقت ده وجوه جديده ودماء جديده على المجموعه. انما كل الاحترام والتقدير للكابتن ايمن طاهر اللي يعتبر واحد من اساطير الزمالك في مركز حراسه المرمى ومن الشخصيات برضو المحترمه جدا جدا. ف تاني ان الزمالك وعنده طبعا مدير كره عبد الواحد السيد اللي انا بقول لكم عبد الواحد السيد هيبقى واحد من افضل مديرين الكره في تاريخ الزمالك وافتكروا كلامي قولوا ميدو قال انا شايف هو بيشتغل ازاي لان عبد الواحد في ميزه كبيره جدا غير ان هو راجل اسطوره وراجل تاريخ وراجل كل حاجه لا عبد الواحد فيه ميزه ان هو طول الفتره اللي هو كان بيلعب فيها هو كابتن الفريق كان دايما جنب الجهاز الاداري دايما على درايه بما يحدث اداريا داخل النادي هو طبع كده عبد الواحد على طول الاجراءات ايه عايز يعرف كل واحد بيبقى ليه حته هو كويس قوي في الحته دي قوي في الحته دي في حته التنظيم الاداري. فالزمالك بيبني كوادر من ابنائه اللي يستحقوا ان هم يكونوا موجودين في المناصب دي. فالراجل مش جاي قايم حد الراجل جاي هيوصل بكره ان شاء الله الساعه 8 مساء جاي يشوف الشغل علشان يشوف ايه الاضافات اللي هو محتاجها وفي طبعا راجل معد بدني لوكا راجل شغال بشكل كويس جدا كابتن عمرو مطراوي في التاهيل الحته دي السيت اب لنفسه طبعا دكتور محمد اسامه الطبيب الزمالك عنده سيت اب محترم